مثل ما شفتوا حتى اليوم رحت سويت بعض الاختبارات عشان اشوف جاهزيتي ان شاء الله العمليه. قبل لا اقول لكم اي شيء ودي تحسون بالشعور اللي انا اشعر فيه الان، فبحط لكم مقطع ثم بتكلم عشان ان شاء الله يوصل شعوري لكم بالشكل المضبوط. بالشكل المضبوط، الله على الوصف. ايش تبغين؟ ها؟ قاعد اقول لهم انا في نص السالفه، قاعد اقول لهم كلام، قاعد اقول لهم كلام مهم. ايش تبغين الحين؟ ابغى اجيب بنتي. تبغين اجيب بنتي؟ طب عادي اكمل لهم ثم اجيب بنتي؟ شكرا. سالفه الفيديو هذا ان يوم انا كاشتين ذاك اليوم قلنا نبغى نتسابق، وفعلا تسابقنا والحمد لله انا سبقتهم. ترى زاويه التصوير ما هي بزينه، لا وضحت النهايه ولا وضحت البدايه زين. كان في البدايه اللي انطلق شخص ثاني، والحمد لله ترى انا كنت اول من انطلق، ويعني اقصد اني كنت انا سابقهم من البدايه، رغم ان انا مصاب برباط صليبي وهم سليمين. هذا بحد ذاته انجاز وشيء يخليك تحس انك ان شاء الله بتقدر ترجع. زياده عليها اللي انا قاعد اتسابق معهم ابطال، يعني اثنين ابطال تونس في الباركور والجمباز، والباقيين ابطال الباركور ما شاء الله تبارك الله هنا في السعوديه، علي وعزوز وفيصل معروفين، يعني ما يحتاج ما شاء الله تبارك الله. فهنا الحمد لله حسيت بشعور انه لا عبد الرحمن ترى عندك وقت باذن الله انك تقدر ترجع، مو بس لرياضه باركور، لا تقدر ترجع تنافس بشكل جدا قوي. واللي صار اليوم في الاختبارات يا رب لك الحمد، سواء الاختبار هذا او اللي قبل، انه طلعت نتائج جدا جدا مرضيه، والله يعطي العافيه كابتن يعقوب ما قصر. فباذن الله ان شاء الله نتخطى الاصابه هذه، وباذن الله انه بنقدر نرجع وننافس بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم ايضا بدعمكم الله يجزاكم خير بكلامكم الطيب، ترى يحفزني بشكل ما تتخيل. عارف ان كثير منكم يتساءل بيقول طب عبد الرحمن الحين احنا نشوفك تتشقلب وتسوي حركات، وش وضع الاصابه طيب؟ بتوفيق الله سبحانه وتعالى الحمد لله هذا تقريبا يمكن 30% الى 35% من مستواي. فباذن الواحد الاحد ان شاء الله اذا رجعت تبي تشوفون 100% باذن الله، لا ان شاء الله مو 100% باذن الله بنرفعها الى اكبر من هذا. طبعا تبقى هذه ترى علامات واشارات مبدئيه تماما ما نقدر نبني عليها اي اساس، يعني سبحان الله ممكن ارجع اسوي العمليه ويختفي الموضوع، يمكن بعد التاهيل يختفي الموضوع، يعني ما في اي شيء نقدر نقيس عليه، لكن علامات ايجابيه طيبه صارت الان، فحبيت اني اشاركها معكم لاني ادري انكم الله يجزاكم خير تهتمون لي، وادري ان الله يجزاكم خير تفرحون بالاخبار هذه، فقلت اشاركها معكم. فهذا كلام لي ولكم، لا تتنازلون عن اهدافكم بسهوله. هل 100% انا برجع؟ لا. هل 100% ما راح ارجع؟ ايضا لا. طيب وش لازم اسوي؟ احاول اجتهد، ان رجعت فالحمد لله هذا توفيقي من الله سبحانه وتعالى، وان ما رجعت فيا الله يا رب انك ترزقني ان شاء الله شكرك وحمدك على اللي بيصير باذن الواحد لحد. فلذلك احنا الحين الامور مو واضحه قدامنا، الا علينا انه وش نسوي؟ ندعي الله سبحانه وتعالى التوفيق ونجتهد ونفعل بالاسباب. وباذن الله ان شاء الله هي بيكتب من الله ان اما ان نوصل اهدافنا بالشكل المطلوب، او ان سبحان الله الله يحولنا عنها برحمته وبتوفيقه الى شيء باذن الله هو افضل لنا، يمكن ما ندري عنه لكنه بيصير ان شاء الله افضل لنا اذا امنا بالله سبحانه وتعالى. طبعا روان ما تقول بنتك، تقول اختك. تبغين اجيب بنتي ولا اختي؟ بنتي. اوه عدلت ما شاء الله، خلاص عشان قلتي بنتي بجيبها. بس تضفون، ايوه شاطرين. حلو هذا. تقرب ولا شيء خلها. كل الجيوش يا كذا فجأة جت خمتني. هلا والله. تدرين يا حب البنات الصغيرات ولا ما تدرين؟ ما تدرين؟ طيب الحين اتوقع صار عند سلم ولا؟ والله يا سناب شات يقهر، صورت سنابات في البيت خرافية. فجأة راحت كلها. بس جاء واحد يبي يعوضني. هلا والله طلال، يلا حي سلامك. يلا متحمس جاهز؟ نبغى شغل. كفو كفو. أقول هذه أبوها وينه؟ باخذها مع البيت. تجي مع البيت؟ ها؟ تجي مع البيت؟ يلا يلا شوف الشنطة، خل دخلها في الشنطة، بلا أجيب الشنطة. شوف هناك، خل دخلها فيها تكفى. يلا بسم الله.